مرض تصلب الشرايين من الأمراض اللي بتسبب كثير من الأعراض اللي بتماثل أعراض أخرى، يعني مثلا آلام الصدر ممكن تيجي من حموضة المعدة، ممكن تيجي من البرد، وده خطر شائع جدا. في شيء اسمه الإنكار النفسي، المريض مش عايز يصدق على نفسه إن هو عنده ذبحة صدرية أو ضيق في الشرايين التاجية، فلما يجيله ألم في صدره بيقول ده برد، دي حموضة، دي أي حاجة، وده من الأخطاء الشائعة جدا، بينما هو في المرحلة دي ممكن وقاية وممكن نمنع المشاكل الأكبر اللي هي الجلطة. الحاجة التانية الآلام بتاعة الساق بالذات السمانة أو الفخذ، لما المريض يجي يمشي يحس بيها يقف تروح. كتير من الأحيان يقولوا ده روماتيزم ونعمل لك دهان وندي لك أدوية روماتيزم، ودي بتبقى بداية لضيق في الشرايين أقدر في المرحلة دي أتلافاها، وده خطأ شائع جدا إن أنا أحولها إلى دي أمراض روماتيزمية تروح وسكت الآلام وبس. الحاجة الثالثة لما يكون فيه شيء من الزغللة في العينين أو التنميل الخفيف، أنا مرميش كل حاجة على الحالة النفسية، ده خطأ شائع جدا، لأن ده بيؤدي إن أنا أتناسى إن ممكن يكون في ضيق في الشريان الرئيسي اللي رايح للمخ، وفي مرحلة مبكرة أقدر أتلافاه وأمنع حدوث الجلطة. التلات أخطاء دول من الأخطاء الشائعة اللي بتسبب لنا كثير من المشاكل في صورة تأخر التشخيص والكثير من المضاعفات للمريض. المرحلة الأولانية الحقيقة إحنا بنفحص الشرايين الرئيسية اللي ممكن تصاب بتصلب الشرايين، من أكثرهم هو شرايين المخ، ودي بنفحصها بدون اللجوء لصبغة ولا حقن ولا حاجة، ده جهاز الدوبلر، ونقدر نشوف إن الشريان الرئيسي بتاع المخ اللي داخله، وبنبص في الجدار بتاعه نتأكد إن مفيش فيه أي ترسبات موجودة. بعد كده بنحط اللي اسمه الدوبلر، ده بيبين لنا سريان الدم وهو ماشي زي ما احنا شايفين هنا، الدم الاحمر او الشرياني والدم الازرق او الوريدي، وبنقدر نفحص كل الشرايين حتة حتة بدون ما نحتاج لاي صبغة ولا اي حاجة. مش كده، كمان بنقدر نقيس سريان الدم بدقة تامة ونبضه ونشوف قد ايه هو بيتقاس، وزي ما احنا شايفين بنقيس بالظبط كام ملي بيمشي الدم، ويبين الجهاز والكمبيوتر بتاعه سرعة الدم وسريانها. الجهاز كمان فيه خاصية كويسة قوي مش موجودة في حتة تانية، اللي هي الفحص بالبعد الثلاثي، بنقدر نفحص بالبعد الثلاثي ونقدر نعمل ده بسرعة دلوقتي، ان احنا بناخد الشريان في مقطع من المقاطع، ده مقطع واحد، ونقول له اديني صورة كاملة للبعد الثلاثي. مجرد ان انا بمشي المجس بتاعي واحدة واحدة على مدى الشريان زي ما احنا شايفين، وهو بيجمع كل مقطع شافه في صورة جنبها لغاية ما يجمع كل المقاطع مع بعض ويبني صورة ثلاثية الأبعاد زي ما هنشوفها دلوقتي. أول ما ينتهي الجهاز بيروح باني كل المقاطع في المقطع ده والمقطع الطولي والصورة الثلاثية الأبعاد اللي بقدر فيها في النهاية ألفها بأي درجة وأبص على الشريان من اي حتة عشان ما يفوتنيش اي حاجة انا شفتها في مقطع من المقاطع. في الطريقة دي مش ممكن اي شيء صغير حتى مستخبي ورا او في اي حتة يستخبى عندنا، وده ادق حاجة موجودة دلوقتي في العالم لفحص الشرايين الطرفية وشرايين المخ بدون اللجوء لصبغة او اي حاجة. بالنسبة للمريض ده الحقيقة احنا كنا فحصنا الأوعية الدموية الرئيسية بتاعته،
ما لقيناش اي مشكله تدل على انسداد او ضيق في الاوعيه الرئيسيه. فابتدينا نفحص الشعيرات الدمويه الدقيقه عشان نشوف سبب الشكوى ايه، اللي هي عاده بتبقى ان الصوابع بتزرق وتغير لونها في الشتاء. فده جهاز الليزر، وزي ما انتم شايفين هنا هو في الانقباضات بتاعه الاوعيه الدمويه، الشعيرات الدمويه الرفيعه بتطلع وبتتقاس في صورة سريان دم وتركيز وكمية فلو أو دم ماشية. القصة دي ملهاش دعوة بحقن ولا أي حاجة تضر العيان. عايز أشوف إن دي مجرد بروب صغير أو مجس بيتحط على صباع المريض على الجلد، وده بينقل الدورة الدموية وانقباضها عن طريق جهاز الليزر اللي بيترجمه إلى حاسب آلي يقيس سريان الدم ويشوف إذا كان في مشكلة في الشعيرات الدموية الدقيقة ولا لا. دي بتبقى مفيدة جدا في الحالات اللي فيها بعض الانقباض وبعض الضيق في الأمراض الشعيرات الدموية، زي الذئبة الحمراء وزي أمراض السكر وزي أمراض الروماتويد وبعض الأمراض اللي لا تصيب الشرايين الكبيرة وبتيجي في الشعيرات الدموية. الخطوة التانية بعد كده، بعد ما قسنا سريان الدم بواسطة جهاز الليزر، ان احنا بنبص رؤية عين بواسطة ميكروسكوب حديث جدا زي ما احنا شايفين، وليه نوع معين من الإضاءة ونوع من الفلاتر. بنحط الصباع ونبتدي نبص على الشعيرات الدموية الدقيقة ونشوفها زي ما احنا شايفين هنا هون، وهي ممتدة، وبنشوف كرة الدم الحمراء وهي ماشية فيها، وبنقدر نشوف هل تركيب هذه الشعيرات طبيعي ولا لأ. دي من ناحية، وهل سريان كرة الدم الحمراء وهي ماشية سريع ولا بطيء. بالطريقة دي بنقدر نعرف إذا كان في تغيرات مورفولوجية في الشعيرات الدموية أو تغيرات فسيولوجية في صورة قلة سريان كرات الدم الحمراء أو سرعتها زيادة عن المألوف. وده طبعا حاجة ما كناش نحلم إن احنا نعمل بيها قبل كده. أقصى ما كنا نقدر نقوله نصور شريان كبير، لكن كنا نوصل لغاية الشعيرة الدموية الرفيعة قوي اللي هي أكتر من أقل من نانوميتر من المقاس، وأقدر أشوفها اللي هي بتوصل فعلا الأكسجين. يعني دي هي اللي بتدي كرة الدم الحمراء، بتدي الأكسجين للأنسجة اللي حواليها، وهو ده اللي بيخليني أقول الجزء الأخير من الدورة الدموية اللي هو وصل للأنسجة قدرت أشوفه وأعرفه بدون أي تردد. الحقيقة كل اللي احنا بنعمله هنا في وحدة فحوصات الأوعية الدموية بنعمله لسبب بسيط جدا، ان احنا عايزين نكتشف المرض اللي هو تصلب الشرايين في مرحلة مبكرة قوي منه قبل ما تحصل حتى أعراض. زي ما بنشوف بنقدر نفحص شريان المخ قبل ما يتقفل ونشوف سريان الدم، ونقدر نفحص الشعيرات الدموية الدقيقة حتى قبل ما نوصل لأي أعراض. اللي هنا بنؤكد ان الوقاية خير من العلاج. انا لما افحص الحالات دي مبكرا، بالذات زي ما انا قلت المعرضين للسمنة المفرطة او المدخنين او مرضى السكر او ارتفاع ضغط الدم، بقدر اعرف المراحل المبكرة من المرض، وبقدر اقي المراحل المتأخرة وامنع حدوثها، اللي هو المثل المعروف الوقاية خير من العلاج.